التجاري كيف مخدرين؟ ما انا رقم غير التليفون مغير عندي مخدر رقم كيف؟ كل يوم عم نتفاجئ بالنسبه للاسعار والمواد الغذائيه، كل يوم عم نشتري بشكل والله المواطن ما بقى يقدر يشتري ولا شيء. وبالنسبه للموظف، الموظف راتبه محدود وكل يوم يتفاجئ بالنسبه لاسعار المواد الغذائيه، والله ما بقى نحن كمان نعرف شلون بدنا نتصرف على هالمواد. الاسعار والله غاليه صار كثير، وحركه الشغل في ركود، والمواد الغذائيه غليت كثير على الدولار. ونحن ما نريد نبيع بضاعه كمان، لانه عم نبيع هلا مثلا اذا نبيع الكيلو رز ب 800 عم نحكي بقى السائق والله صار 850 900 جملته، يعني ما عاد نريد نفتح محلات او نقعد بالمحلات، ما عاد نعرف شلون نبيع البضاعه، عم نخسر فيها. اسعار الزيت هلا الزيت تقديريا 2700 ليره صاير، 2800 ليره صاير، كان من اول ب 2000 ليره 2100 ليره، يعني بدون الزيت بس 500 600 ليره في فرق كثير. حركة الآن بيع وشراء ما تحت الوسط، في إقبال نوعا ما أكثر للبيع والشراء أقل، لأنه ما في استقرار بالتسعيرة الذهب. والارتفاع أسبابها إلى سببين، السبب عالمي على مستوى العالمي أونصة الذهب ترتفع، سبب داخلي مقابل الدولار مقابل العملة السورية. I'm going to go to the next one.